باش تشتغلي هنا في الورش باش شفتو يا ابويا عامله زي الرجاله بالظبط. اول ما جيت اتعلم طبعا رقبت وجعتني شويه ويعني رجلي وجعتني ما خدتش على جري وكده يعني لو رجلي حلوه اشيل 5 اشيل 6 فرجلي مثلا المعلم يقول لو رجلك وجعاكي شيلها على قدك اشيل مثلا كام 3 4 كده يعني بشيله على لوح بنشتغل بالطوب على اللوح يعني اجي كنت الجربوس باللوح كده اهو احط على دماغي وشيلين الطوب عادي. مثلا الفجر ممكن الساعة 3 ممكن الساعة 1 حسب الشوق عشان نتحرك ممكن خلاص بعد ممكن الساعة 10 بعد الظهر أو قبل الظهر بشوية كده. لما شغل أيامي ممكن مثلا حسب لو تخزين يعني كده خلاص بعد الظهر بقالي 5 سنين. لازم النفر يكون صحته حلوة وجامي وقادر على إن هو يشتغل شغلانة. لو مش قادر ما يشتغلها هو معنى صح ومتعود عليه يشتغل ما يقدرش يصنع الشغلانه اللي هو خد عليه. بس لازم اشجع النفر اللي بشتغل معايا علشان يشتغل معايا حلو ما يعني ما سدش نفسه على الشغل. ما اعرفش عندي كذا وكذا مره يقول لي بس بنسى. اشتغل عشان عايزه اجوز اختي وعايزه اجوز اخواتي.